بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، الليلة إن شاء الله ليلة القضاء على الكسل، نوجه له الضربة الثالثة، أعني الجرعة الثالثة بما فيها من مضادات وعلاجات تقضي عليه إن شاء الله. أحبتي في الله، منذ درسين ونحن نتكلم عن علاجات الكسل، واخترناها هذه الأيام لتكون ساحة التطبيق شهر رمضان، أغلى أيام العام وأعظم فرصة لتحصيل التوبة والمغفرة والرفعة في الدرجات. ليس الأمر إذن مجرد تجريب، بل هو أخذ بقوة لنصل إلى المراد المقصود، ليكون فعلا أحلى رمضان، ومن بعده إن شاء الله يتغير حالنا ونتعافى من الكسل الذي أقعد الكثيرين عن الخيرات والتسابق إليها. قد ذكرنا في المرتين السابقتين كم علاجا؟ لسه هندور، 4. الأول الدعاء، والثاني مطالعة سير المجتهدين، والثالث معرفة الفضائل واليقين بالجزاء، والخامس أو الرابع تذكر الموت، ثم الخامس الذي نبدأ به لقاء الليلة هو اللقاء الأخير، الخوف من الاتصاف بصفات المنافقين. الخوف من الاتصاف بصفات المنافقين. طب لو سألت سؤال، قلت إيه علاقة الكسل بالمنافقين؟ في علاقة بين دي وبين دي؟ إيه هي الآية بقى؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون إلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمنافقين وصفهم الله عز وجل بصفات كثيرة في القرآن، منها هذه الصفة، صفة الكسل. مما يخيفك أخي من الكسل ويدفعك للتخلص منه والعلاج منه أن تعرف أنه من صفات المنافقين، أن تحذر أن تشترك مع المنافقين باتصافك بالكسل، ولو لم يكن للكسل شؤم سوى أنه سمة المنافقين الأبرز لكفاه. وهل يأمن المتكاسل على نفسه أن يتطور الأمر من نفاق عملي إلى نفاق اعتقادي؟ لأننا عارف لما أتكلم هنا واحد حيقول لي أصل النفاق قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي والخطر في الاعتقادي. لا، أنا حقول لك هل يأمن المتكاسل على نفسه، يأمن على نفسه أن يتحول من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي؟ لا يأمن. كم من الناس اليوم من يؤدي العبادة وهي شديدة على نفسه، يتثاقل عند فعلها، هل يأمن هذا الإنسان أن يتطور الأمر فيكون ثم كره أو يكون شيء من الترك؟ وكل هذا ثمرة لكسله، كسله عن تحصيل الإيمان، كسله عن تجديد الإيمان، كسله عن العمل الصالح والأخذ بأسباب ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، يعني إيه؟ يعني خفنا وخشينا أن يكون إيه؟ من المنافقين، والعياذ بالله تعالى. ومن منا لا يخشى على نفسه النفاق؟ يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معي، 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي فيهم؟ كلهم يخشى على نفسه النفاق. وعمر قبل ذلك، عمر قبل ذلك يذهب إلى حذيفة ويستحلف: هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ من الذي يسأل؟ يبحث عن اسمه في ديوان المنافقين، والذي قال عنه النبي: عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ومع ذلك يبحث عن اسمه في كشوف الإيه؟ المنافقين. هل بحثنا نحن؟ هل خفنا حتى؟ هل فعلا ساور الخوف قلوبنا؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في المنافقين؟ فهل نخاف
كان لعمر ابن عبد العزيز أخ صالح، فلما تولى الخلافة دعاه فقال له: يا سالم، أخاف ألا أنجو. مين بيقول لمين؟ لسه مركزوش معايا بقى وسرحانين. مين بيقول لمين؟ عمر بيقول لصاحبه لما بقى خليفة، بيقول أنا خايف اللي إيه؟ أخاف ألا أنجو. وشوف المجتمع كان زمان إيه، وشوف المجتمع دلوقتي عشان تعرف أنها تبع ثقيلة، ربنا يعينه. قال: أخاف ألا أنجو. قال: إن كنت تخاف فنعما، لكني أخاف عليك ألا تخاف. يعني قال له دي صفة كويسة، إن أنت تبقى خايف إن أنت فعلا لا تنجو، إن الإنسان يبقى خايف إنه يدخل النار، لكن الخطر في إنه إيه؟ إنه يطمن، إنه يأمن، يأمن مكر الله عز وجل. لكني أخاف عليك ألا تخاف. وكما ذكرت لكم في اللقاء السابق، المؤمن جمع إحسانا وإيه؟ وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن، ما الحاجات دي لازم تتدون، ما أنت بتتفرج عليه. المؤمن جمع إحسانا وأمنا، والمنافق جمع إساءة. ها، المؤمن جمع إحسانا وإيه؟ وخوفا، والمنافق جمع إساءة وإيه؟ وأمنا. الخوف من النفاق، والخوف أن يتصف الإنسان بصفة من صفات أهله وهو الكسل، هذا ما نريده، أن يكون في الإنسان صفة من صفات المنافقين، وهي هنا صفة الكسل. لا يرضى الحريص على الخير، لا يرضى طالب الآخرة، لا يرضى من يريد لرمضان أن يكون أحلى رمضان، لا يرضى بالاتصاف بالكسل عموما ورمضان خصوصا. ولذا فهو يسعى حثيثا للأخذ بجرعات الدواء ومعالجة الداء. ويا أيها الخائف الوجل، أبشر، إن خوفك من السقوط سيطرد الكسل عن قلبك فيتيقظ، وعن عقلك فيتقد، وعن جسدك فينشط، لتربأ بنفسك عن زلة قدم توقع في هاوية. وكل من أحرق قلبه الخوف كان دافعا له لتناول العلاج. ونختم بكلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: الخوف صوت يساق به المتواني. الخوف صوت يساق به المتواني. فنسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلاتنا، وأن يقينا شر نفوسنا. أما الجرعة السادسة والعلاج السادس من علاجات الكسل، فهو وضوح الهدف. ليه الإنسان يبقى مش عارف هو عايز إيه؟ بعض الناس كده، أخد بالك، ما هوش عارف هدف، ومش عايز هو عايز إيه من الدنيا دي، ما هوش عارف هو أصلا اتخلق ليه. كتير من الناس كده للأسف. في دراسة قامت بها إحدى الجامعات لعدد من الطلاب ممن تخرج قبل 10 سنوات أو يزيد، خلصت الدراسة إلى أن، اسمع معايا الدراسة العجيبة دي، 83% من الطلاب ليس لديهم أهداف، 83، وأنهم يعملون بجد لكي يعيشوا، عايز يعيشوا خلاص، وليس لديهم أي خطط للمستقبل. 14% وضعوا أهدافا لكن لم يكتبوها، بس يعتبروا أفضل من اللي إيه؟ لقبلهم 83. ومع هذا كانوا يكسبون 3 أضعاف دخل الذين ليس لهم أي أهداف. الخلاصة بقى، 3% كانت لديهم أهداف إيه؟ مكتوبة وخطط للتنفيذ، وكانوا يكسبون 10 أضعاف إجمالي دخل الذين لم يضعوا لهم أهداف. شوف، حتى الهدف نفسه كان سبب في أن الإنسان يعيش عيشة كويسة. وكما سيأتي في علاجات الكسل، أضرار الكسل في آخر الدرس إن شاء الله، أن الإنسان لا ينتفع بحياته، يعني تضيع عليه الحياة، يضيع عليه الكسب الربيح والدخل الطيب. فمن أي الأنواع نحن؟ أي مرتبة نحن فيها؟ أخي، الأهداف العظيمة الكبيرة وحدها هي من يطرد الكسل عنك بإذن الله، هي ما يستنفر كل ذرة جهد لديك إن شاء الله. الإنسان لما يبقى له هدف، وهدف عظيم، بيبذل كل ذرة جهد عشان يوصل لإيه؟ لهدفه. هو مخطط لنفسه إن هيبقى طبيب قلب عالمي مثلا، يرفع شعار الإسلام ويخدم دين الله ويخدم المسلمين، هو من صغره هو كده. العجيب إن أنا مرة في مشكلة بين أخ وأخت، كان يعني قربوا يتطلقوا، فهو الأخ مش عايز أولاد، وهي نفسها تبقى أم. وطبعا الشرع بيقول إن الأولاد حق المين؟ الاثنين، وما ينفعش الانسان يمنع الايه؟ الانجاب، واضح؟ المهم، مش عايز ادخل بيكم في تفاصيل اكتر، تخيلوا الاخ مش عايز اولاد ليه؟
ما تتخيلش. يعني احنا قعدنا وتكلمنا وحلينا المشكلة الحمد لله، لدرجة انا بقول لهم في الاخر، كان معايا اخويا يوسف، بقول لهم في الاخر والله يا ريت مشاكل الاخوة المتجوزين تبقى زيكم كده، حاجة على مستوى عالي وراقي كده، جميلة كده، اخد بالك، هو بيثني عليها وهي بتثني عليه، حاجة مية مية. فالمهم ربنا يصلح احوالنا واحوال المسلمين. فالمهم الاخ بعت لي رسالة بعد كده عشان ما اظنش بيه ظن، يعني قال لي امي من صغري بتربيني ان انا حموت شهيد، فانا مش عايز اي حاجه تعطلني عن الهدف بتاعي، لدرجه ان انا لما اتجوزت الاخوه صعقوا جيراني وكانوا مش مصدقين ان انا ايه، لان انا ليا هدف، وامي رحمها الله توفيت كذلك احسبها شهيده وانا انتظر الشهاده. انا اكبر في كده، لكن اقول له مفيش تعارض بين الشهاده وبين الايه، الزواج، وبين الشهاده وبين الانجاب. لا، ده احنا عايزين كمان زواج وانجاب واولاد يطلعوا برضو ايه، اصحاب اهداف، خدت بالك. لكن شوف الشاهد اللي هو الاخ فهمه ان هو مش عايز اي حاجه تعوقه وتمنعه من تحقيق ايه، الهدف بتاعه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الشيخ الالباني بقى الباني ليه بعد توفيق الله؟ امام كبير، لانه حدد هو عايز ايه، عايز يخدم السنه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يريح المسلمين. بدل ما انت تفتح كتاب وتقرا حديث رواه الترمذي او رواه فلان او اعلان، طب صحيح ولا ضعيف، طب اعمل ايه، هجيب كتب المطولات واقعد اراجع واقعد، صعب جدا. وكم واحد عامل كده؟ لا، ده ريحنا خالص بفضل الله تعالى، ربنا يريحه في قبره يا رب، ويملأ عليه نعيم ونورا. فيسر بفضل الله تعالى على المسلمين عناء، يعني كفاهم عناء البحث. أكبر وأكثر راجل خدم السنة النبوية في العصر الحديث رحمه الله وغفر له، يبقى هم حدد هدفه من البداية فوصل فعلا بقى عالم حديث. كذلك أنت أخي أقول لابد لك من هدف عظيم، وتحت هذا الهدف العظيم أهداف أخرى مرحلية أو فرعية تصب في نفس الايه، في نفس الهدف. اقول الاهداف العظيمه وحدها الكبيره هي من يطرد الكسل عنك باذن الله، هي ما يستنفر كل ذره جهد لديك ان شاء الله. اما الاهداف الصغيره، اما الاهداف السهله التي لا تتحدى ما في النفس من كنوز دفينه وطاقات كامنه، فهي تغري بالكسل وتدفع للخمول. يعني احنا بنقول للاخوه انشطوا دلوقتي في القوافل الدعويه قبل شهر رمضان عشان تستنقذ الناس من الغفلة. ناس كتير رمضان في حياتها رمضان عادي، فاكرين أول مقدمة قلناها رمضان عادي هو بيصوم وخلاص، بيصلي وخلاص، عايزين يبقى في طعم تاني رمضان عندنا ابتداء وعند الناس. فعايزين ننزل للناس ونكلم الناس ونخاطب الناس. لما يبقى الأخ مهمته أنه هو حينزل في منطقة زي العصفرة، يبقى طاقته حيوظفها ويبرمج نفسه على المنطقة دي. لكن لما أقول له أنت مسؤول اسكندرية كلها، هدف ده إيه؟ اعلى شويه، هتلاقي طاقات تانيه طالعت ما اعرفش كانت فين. اقول له بقى طب انت مسؤول القاهره، الحمله في القاهره كلها او في مصر كلها. وبعض الاخوه ممكن يتعلق يقول لك اصل الظروف والاحوال وما عنديش وقتي، وهو عنده الطاقه وعنده القدره ان هو يبقى كده، بس بيتكاسل او بيتخاذل او بيوهم نفسه مش هيقدر. واضح؟ وهنقول بعض المعاني المهمه التي تتعلق بالكلمات حتى في علاجنا ان شاء الله. إن لم تحدد لنفسك أهدافا عظيمة نبيلة صرت فريسة سهلة للشيطان حين ترتضي بالأهداف الأخرى الوضيعة. وانظر لواقعنا لترى صدق كلامي، إلى ما يطمح كثير من الشباب؟ ما أهداف الشباب؟ ما اهتمامات الشباب؟ اسمع هذه الكلمة الإمام الرافعي رحمه الله الكاتب الأديب وأنت تفهم ما أقول. يقول الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها هو الذي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها، مش لاقين حاجة يقول لك احنا عملنا وانجزنا، فضل احنا عملنا واحنا انجزنا واحنا مش لاقيين، فيعملوا لهم ايه بقى، شوية ألفاظ وألقاب وخلاص. الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها هو الذي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. ما تلاقي مثلا رئيس دولة ولا حاجة عملش حاجة للبلد، تلاقي ألفاظ قد كده، أخد بالك. مثلا القذافي كانوا يقولوا عليه الإيه، ملك أفريقيا، إمبراطور، أخد بالك، ملك ملوك العرب. بص ألفاظ وألقاب إيه ضخمة جدا. عمل إيه؟ أقول لك أنا عمل إيه. أخ قابلني من ليبيا بيقول لي عليا 6 رمضانات أعمل فيهم إيه؟ قلت له ليه؟ قال لي بقى محبوس بقالي 6 سنين وبشوفش شمس ولا بسمع أذان ولا ظهر ولا عصر ولا أعرف أي حاجة عن الدنيا، ولا حتى بيخلونا نصلي. كانوا يسيبونا مثلا 10 دقايق ربع ساعة ولا نص ساعة في اليوم ولا ساعة نطلع نجيب ال5 فروض مع بعض. ودي عينة، ده هو عمل أكتر من كده عشان الناس يا عيني ده ضربوه
ده عوروه، بص الدم اللي على وشه، انت ما تعرفش عمل ايه في المسلمين. شوفوا الألقاب الضخمة ديت للناس التافهة دي، ما عندهمش أعمال يتلهوا بيه، فيحط لهم ايه الفاظ وخلاص. ودلوقتي تلاقي مؤامرة على الشباب لحد ما تلاقي الواحد منهم يصبح حب امرأة أسمى غاياته، يصبح الفوز بمباراة أو بطولة أقصى طموحاته، وعم يتفرجوا على الدوري مش عارف الأوروبي ولا اسمه ايه ده، ايه هنكسب ايه، هتاخد ايه يعني، هتاخد كاس في الاخر، هتاخد دوري، هتتعلم لعب، تضيع وقت. وفي شوف الأمة محتاجة ايه، والناس قاعدة بالساعات عمالة تتفرج. وشراء بيت أو سيارة جديدة كان وصار محور حياته، بل وأقل من ذلك عند الكثيرين، وحتى لو باع الآخرة في سبيل نيل ما أراد. إخواني المسلم يختلف عن هؤلاء جميعا، لا أعني أنهم كفار، لكن طالب الآخرة يختلف عن هؤلاء. يرجو هو وجه الله والدار الآخرة، هدفك إيه؟ رضا الله سبحانه وتعالى، وما أسماه من هدف وغاية، هذا من جهة العموم. لكنه مع ذلك يهدف حياته بما لا يتعارض مع هدفه العام، يقسم مراحل عمره على أهداف مرحلية، وكلما يسر الله له تحقيق هدف تطلع إلى إيه؟ إلى غيره. وإذا كنا إخواني على مشارف شهر رمضان، فهناك مجموعة من الأهداف يضعها طالب الآخرة لنفسه ليحسن استغلال ذلك الشهر ويقي نفسه شر الأهداف التافهة. وده السؤال المهم اللي أنت تسأله لنفسك، عايز إيه من رمضان؟ هتحقق إيه في رمضان ده؟ ده اللي احنا بنقوله عشان يبقى احلى رمضان. ايه الافات اللي فيا اللي انا عايز اتخلص منها في رمضان؟ ايه الصفات الجديده اللي عايز اغرسها فيا في رمضان؟ اقول ولعل في قضيه النيه الماح واشاره الى اهميه الغايه والهدف في الاسلام، وكذا وضوح هذه المقاصد في العبادات. فشهر رمضان مثلا له غايه وهدف، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. ايه هو الانسان اللي هو يصوم طول النهار عن الاكل ويجي عند الفطر يشرب ويفطر يقول ذهب الظما وابتلت العروق، ويروح ماسك سيجاره مولعها؟ اين التقوى؟ فين التقوى من الانسان اللي بيتعامل بالربا وماله في البنوك؟ فين التقوى؟ فين التقوى اللي بيكسب حسنات بالنهار ويضيعها بالليل على القنوات؟ فين التقوى اللي حصلها؟ محتاجين نبص في المعاني دي كلها ونحاسب نفسنا. اذا كنا نريد ان يكون احلى رمضان فلا بد من وضوح الهدف ومتابعه تحصيله. خلي بالك وضوح الهدف ده شيء، تحديد هدف، وضوح هدف، أخد بالك تعرف تكتبه، تعرف تقيسه، تعرف تحسبه، في عملية متابعة بعد كده زي قائد السفينة بيحدد مثلا متجه لفين. هل هو بعد ما يحدد يسيب السفينة وينام على ما يوصل، ولا طول ما هو قاعد بإيه بيتابع؟ لأن ممكن إيه انحراف بسيط، وبدل ما يروح مثلا السعودية يروح إسرائيل، انحراف بسيط ممكن إيه يضيعه. فكذلك أنت صاحب هدف، لازم بعد ما حددت هدفك تبقى زي قائد السفينة، يحدد هدفه عند بداية إبحاره، ثم هو لا يترك السفينة وسيرها، بل يتابع ذلك جيدا كي لا تنحرف عن مسارها. وهكذا نحن ننظر في إيماننا زيادة ونقصانا، نتابع التغير في حياتنا، في ألسنتنا، في أعيننا، في جوارحنا، في سلوكياتنا. نعم قد حدد لنفسه هدفا أو أهدافا، ثم هو يتابع تحصيلها، حينها يكون أحلى رمضان بإذن الله وبلا كسل. ولو ضربنا لذلك مثلا لنبين كيف يكون تحديد الهدف والسعي لتحصيله، كان كافور الإخشيدي، عارفين كافور؟ كان من حكام مين؟ اللي فين؟ في مصر، حكم مصر في بعض الفترات. كان وصاحبه عبدين أسودين جيء بهما إلى قطائع أحمد ابن طولون. قطائع الإقطاع، عارفين الإقطاع؟ مش دولة يعني، أراضي مملوكة لإيه؟ للرئيس أو للأمير. فجيء بكافور وصاحبه، هم كانوا عبدين، بيعا إلى قطائع أحمد ابن طولون صاحب الديار المصرية وقتئذ ليباع في أسواقهما. يعني كانوا عبدين وجايبينهم يبيعوهم فين؟ في مصر. فتمنى صاحبه، صاحب مين؟ صاحب كافور، هو وصاحبه دلوقتي قدامنا اهو، امنيته ايه؟ تمنى صاحبه ان يباع لطباخ. ليه؟ عشان ياكل، كي يملا بطنه بما شاء. طب كافور تمنى ايه؟ وتمنى كافور ان يملك مصر، ان يملك هذه المدينه، انه يحكم ايه؟ يحكم مصر. والعجيب ان كلا منهما قد بلغ ما خطط له وتمناه.
بيع صاحب كافور بالفعل لطباخ، وبيع كافور لأحد قواد المصريين، فأظهر كفاءة واقتدارا، وما زال يجد ويجتهد حتى ملك مصر والشام. مر يوما بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة. شاف صاحبه ايه كده، يا ريت موضوع كده بس. فقال لمن معه: لقد قعدت بهذا همته فكان كما ترون، وطارت بي همتي فكنت كما ترون. بيبين لهم بقى السبب ان فلان ده وصل كده ليه. هو همته، هو اراد كده، خطط لحياته ان غايه اماني ايه، انه ياكل ويشرب، واخد بالك عملنا ايه. وطارت بي همتي فصرت او فكنت كما ترون. قال: ولو جمعتني واياه همه واحده لجمعنا عمل واحد. شوف المعنى الجميل، قال لو انا وهو كانت همتنا زي بعض كان زماني معاه فين، في المطبخ هنا. ولو جمعتني واياه همه واحده لجمعنا عمل واحد. فلذلك اخي اقول لك: ما تتمنى؟ نفسك في ايه؟ يقول لك عايز اتجوز، وايه كمان؟ عايز عربيه، وايه كمان؟ وظيفة كويسة، وإيه كمان؟ أولاد كويسين، وإيه كمان؟ بس هو حد يطول دول؟ هو ده، هي دي غاية أمانيك؟ طب ما ديت، هذه غايات أهل الدنيا، هذه هي ما عند الكفار. أنت ملك هذا الكون، أنت سيد هذا الكون، أنت معك سعادة ومعك نور نريد أن تنشرها في الكون، فكيف تقعد بك همتك أن تصير كذلك وأن تكون عند هذا الحد؟ الله المستعان. لذلك لابد إخواني من تهديف الحياة، ولعلنا بعد رمضان نتكلم في درس منفصل إن شاء الله عن الهدف، وذكروني حتى لا أنسى كيف تحدد الهدف وكيف تتابع تنفيذ الهدف. ثم هذه الأهداف التي وضعتها لابد كما ذكرت من متابعة، وهذه المتابعة يمكن أن تفرز لنا أو تولد لنا سببا آخر من أسباب علاج الكسل وجرعات العلاج، وهو المحاسبة الدائمة. المحاسبة لو لخصناها في كلمات، ماذا نقول؟ كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. شوف الكلام الجميل، المحاسبة عبارة عن إيه؟ كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. يعني أقعد مع نفسي كده، وقلنا مثلا محاسبة يومية، أقعد مع نفسي كده قبل ما أنام أسأل نفسي: عملت إيه النهاردة؟ إيه أخبار العبادات بتاعتي النهاردة؟ طب كان في تقصير؟ كان في تفريط؟ كان في معصية؟ طب عندي 1 2 3 عندي تقصير ولا حاجة أتوب منه، حد ليه حق عندي أرده له، أو أنوي أو أتصل أو أكتب أو أوصي، وأعزم بقى أن أنا بكرة إيه؟ هحسن الأداء، هتغير، هتلافى الإيه؟ الأخطاء اللي أنا وقعت فيها النهار. ممكن يبقى في محاسبة أسبوعية، ممكن يبقى في محاسبة سنوية، زي ما أنا أجي دلوقتي مثلا أقول لنفسي: طب من رمضان اللي فات لرمضان ده عملت إيه؟ قريت كم كتاب؟ سمعت، ما أحبش أقرأ، سمعت كم درس؟ ما بحبش أسمع، حضرت كم درس؟ ما بحبش أحضر، شاركت في إيه من مجهودات الدعوية؟ ما هتقولي بقى ده ماليش دعوة. طب وتعيش من غير دعوة إزاي؟ الشاهد اللي إحنا عايزين نتحرك، عايزين نتحمل مسؤولية، عايزين نجتهد، عايزين نشتغل، عايزين نتحرك. المحاسبة وظيفة شرعية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر. ولتنظر دي احنا بنستدل بها على ايه؟ المحاسبة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. معاك ايه هتقدم بيه على الله؟ صلاتك اخبارها ايه؟ الخشوع فيها، عايز هتصلي في رمضان كده؟ اوعى ايدك. هتصلي في رمضان كده؟ عايز تتظبط. تلاوة القرآن اخبارها ايه؟ التدبر. هتقرأ في رمضان بالطريقة دي؟ عايزة بقى ايه؟ نظر، بص للعمل بتاعك وشوف انت هتعمل ايه في لقاء الله سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الايه؟ الاكبر. المحاسبة كما قلت لك كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. هذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه تنخم في المسجد ليلة، وطبعا نعلم أن التفل في المسجد إيه؟ خطيئة، كفارته دفنها. إيه؟ طعام ملو تفله؟ ما تفل خلاص، دفنها
كفارته أن يواريه. وده جي معانا، مش هيجي، جي معانا في الترغيب والترهيب. فتنخم أبو عبيدة في المسجد ليلة ونسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله. إيه اللي يحصل؟ أيوة ركز معاي، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. تحس بإيه؟ محاسب. يعني هو مرتب بقى يومه لحد دلوقتي ما فيش حاجة، افتكر بقى البتاعة ديت وافتكر ان هو ما دفنهاش، فعايز ما فعلا اليوم يكمل بدون ايه. انه يقين ابي عبيدة بالجزاء، انه استعداده للحساب. وانظر كيف حاسب نفسه قبل نومه محاسبة صارمة، انظر كيف انه لم يتهاون في امر تفلة. تفلة، مش الاخ يرمي مناديل في الحمامات تسد المجاري، والاخ ياكل تمر ويحط النقة تحت المكت في المسجد، خدت بالك؟ وغير كده عد تفلة. لم يسترح إلا بعد أن محاها من صحيفته، ثم نسب الفضل إلى ربه فحمده ولم ينسب ذلك لنفسه. شوف حتى قال إيه، الحمد لله الذي لم يكتب. الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، التواضع لي للانكسار، إن هو اللي وفقني وهو اللي أعني. هذه والله إخواني همم الكبار، هذه سمة أصحاب القلوب العظام، لا يستصغرون ذنبا ولا يحتقرون معروفا ولا يتركون لإبليس فرصة يحتفل فيها بإغوائهم، بل يفسدون عليه فرحته بعاجل توبة وتكفير ذنب. وصدق فيهم قول القائل لا يحقر الرجل اللبيب دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذره، فكبائر الرجل الصغير صغيرة وصغائر الرجل الكبير كبائره. لذلك المحاسبة وظيفة يومية، وظيفة ليلية قد تكون أو نهارية، وظيفة أسبوعية، وظيفة شهرية، تسأل نفسك عن واجباتك، عن فرائض الله سبحانه وتعالى وواجباته، تسأل نفسك عن المخالفات والمعاصي، هل أطلقت بصرا؟ هل أضعت فرضا؟ هل نطقت وزرا؟ هل خذلت مسلما؟ هل سكت عن منكر؟ هل تكاسلت عن معروف؟ تحاسب نفسك وتتوب مما يتاب منه، وترد الحقوق إلى أهلها، وكل الذنوب يتاب منها، لكن قد يكون هناك شيء يتعلق بغيرك من المسلمين ترده إليه. وهكذا مع استمرارك على المحاسبة تكثر من التوبة، مع استمرارك على المحاسبة تصحح مسارك، مع استمرارك على المحاسبة تشكر الله عز وجل وتستمر على ما يوفقك له من الخير، مع استمرار المحاسبة تنافس غيرك في القرب من الله عز وجل. أيضا المحاسبة طبعا عايزة درس كامل، مش هينفع نفصل فيها أكتر من كده. من علاجات الكسل رقم 8 الصحبة الصالحة العاملة. الصحبة الصالحة العاملة. كتير من الإخوة لما نتكلم عن الصحبة أقول له احذر صحبة الإيه، دماغه تروح على طول لمين؟ بتوع المخدرات والسجائر. لا، احنا بقى كملتزمين في عندنا مستوى تاني من موضوع الصحبة، اللي هو مين؟ البطلين. ايه؟ اللي هو ماليش دعوة، اللي هو ملتحي بس، تيجي تبص في صحيفة اعماله، في بذله للدين، في خدمة الاسلام، خد من الالتزام الشكل. فما اتكلم عن الصحبة مش قصدي خالص، خليكم معايا، مش قصدي بتوع البنجو والسجائر، لا، انا بتكلم عن واحد بيقول لك وانت كل شوية تحضر درس، مش كنت صايم من بارح، اخد بالك، وفلوسك كلها هتضيعها في الكتب. اهي النوعيات ديت لازم تفر منها فرارك من الاسد، لان ايه عدوى البليد الى الجليد سريعته. واحد كده وانت اصلا مجتهد هيفضل ايه يشد فيك زي بطارية مشحونة وبطارية ايه فاضية. يا عم الشيخ، بطارية مشحونة وبطارية فاضية، يقوم ايه هتحط دي جنب دي حت ايه زي بطارية العربية. بالظبط كده. فبنقول الصحبة الصاحب ساحب، وخير منها المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من صديق السوء فقال اللهم اني اعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. صحيح الجامع. وقال الشاعر لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده. لا تصحب الكسلان، ركز، لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر إيه يفسده.
عدوى البليد إلى الجليد سريعة، الجليد اللي هو النشيط، كالجمر يوضع في الرماد فيخمده. لو أنت جبت شوية فحم كده مولعين وحطتهم في رمل أو في فحم قبل كده ميت، هتلاقي إيه؟ طفى. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمده. ومن أجمل ما قيل في الصحبة يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يا هذا، إلى متى تسمع أخبارهم ولا تقف آثارهم؟ أطلب رفقة التائبين، عساك لطريقهم ترشد، أندب على بعادك يا مطرود، فمثلك من بكى وعدد، اعتذر يا مهجور عساك بالذل تسعد. ويقول صاحب كتاب ذم الكسل: وليبتعد عن الكسالى والبطالين، وليحذر كل منهم كل الحذر. ركز يا ابني هنا، فإن صحبتهم خسران، ومجالستهم تضييع للزمان، وليقصهم عن مجلسه، وليبعدهم عن جماعته، فإن التأثر بهم سريع والعدوى بهم قريبة، فإن التأثر بهم سريع والعدوى بهم قريبة. وقد قيل: احذر مجالسة العاجز، فإن من سكن إلى عاجز أعداه من عجزه، وأمده من جزعه، وعوده قلة الصبر، ونساه ما في العواقب. وقال حكيم لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية. ليه؟ لأنه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النشيط الكسل. ده النحل يا جماعة، لأنه يضيق المكان ويفني معايا عسل معايا يوسف لأنه يضيق الإيه؟ المكان ويفني العسل ويعلم النشيط الكسل. وقال ابن الجوزي: يا زمن الهمة، يا مقعد العزيمة. زمن يعني إيه؟ يقول لك الزمنة اللي هم المرضى. يا زمن الهمة، يا مقعد العزيمة، يا عليل الفهم. معلش هو كلامه إيه؟ دبش شوية، بس هو بيقصد حاجة. يا بعيد الذهن، سار المجدون وتركوك، ونجى المخفون وخلفوك. يا من أبعدته الخطايا عنهم، أدرج مرحلة الهوى وقد وصلت. عايز أقولك عدي بس هواك، مش كل حاجة تهواها تعملها، نط نطة كده هتوصل. أنت تتعلل للكسل بالقدر، يقولك ما عملتش ليه؟ قدر الله فعله، صح كده؟ أنت تتعلل للكسل بالقدر، ها، وحط بين قوسين كده: لو وفقني، يعني أكنه بيقول لي: يا رب لو كنت إيه؟ ولكسب الشهوات بالندب إلى الحركة، فامشوا في مناكبها. يعني أنت عند العبادة أخذ بالك تقول لو ربنا وفقني، لكن في العمل والحركة والسعي في الدنيا تقول لي ربنا بيقول يا عم فامشوا في إيه؟ في مناكبها. الله، طب ما بتمشيش ليه هنا كمان في العبادة؟ أنت في طلب الدنيا قدري وفي طلب الدين جبري. وصلت دي بقى؟ أنت في طلب الدنيا قدري، خذ بالك، وفي طلب الدين جبري. أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به؟ أوليس في الإجماع من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه؟ قال لك ده عليها إجماع دي بقى، أهم سرحوا تاني. يا عم بص لي هنا بالله عليك، هو كلامه أصلا عايز تركيز عشان يتفهم. أنت في طلب الدنيا قدري وفي طلب الدين جبري. أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به؟ اللي على هواك تبقى هو ده مذهبك. أوليس في الإجماع من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها؟ وقال أيضا: العجب من مؤثر البطالة في موسم الأرباح وتارك الاستلاب وقت النثار. يعني وقت وجود المكاسب والأرباح تتركها، طب أنت عايز إيه بعد كده؟ والعلاج قبل الأخير التاسع: انتقاء الكلمات، انتقاء الكلمات والمحاسبة على الألفاظ. يعني حتى من علاج الكسل الإنسان ينتبه للكلام اللي بيقوله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لا يقل أحدكم إيه؟ حسسوني اللي أنتم معايا، خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. معناها إيه؟ هي نفس المعنى،
وحديث متفق عليه. طب طالما هي نفس المعنى نهانا لي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلمتين متقاربتان لكن الأولى أشد وتحتمل معاني أخرى كثيرة، الخبث بقى وغير ذلك، فاختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأقل، كما يقول ابن حجر رحمه الله في الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه. استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، يعني القبيحة برضو، والعدول الانتقال يعني إلى ما لا قبح فيه. وقال ابن عباس، وكان ابن عباس يكره أن يقول الرجل إني كسلاء، ودي اللي بيسميها علماء التنمية البشرية، لسه جايين دلوقتي فكرين هم اخترعوا اللي ما حدش جابه قبل كده، ده موجود في السنة. قال لك الإنسان أحيانا بيدي رسائل سلبية لنفسه تصيبه بالكسل، زي الطالب مثلا ما بيحبش الانجليزي يقول لك انا حسقط في الانجليزي، امتحان هيجي منيل في الانجليزي، يجي صعب في الانجليزي، بقابلني لو انا اخد بالك فهمت في كلمه، ما تحاولش مش هفهم، ويقعد يشرح ما والله ما هفهم، اهو ده بيدي نفسه ايه رسائل سلبيه، لو يعني لو في كم في الميه لا يقول احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي بالسي. اتفقوا عليه؟ شوف وقفنا الوضع، أنا الثاني كنت بقول إيه. فالرسائل السلبية دي بتضعف الإنسان وبتضعف العزيمة بتاعته، أخد بالك، حق زي المريض لما الدكتور يخش عليه يقول له ده أنت ما شاء الله النهاردة حلو قوي، إيه الحلاوة، ده أنت ده يومين وهتطلع تمشي في الله، وتلاقي يوم وتلاقي الراجل مات. بس هو الكلام بيدي للمريض إيه، وبدون كذب، لأن ممكن ده يكون علاج أحيانا، يكون هو نفسيا مهزوم. دكتور مثلا قال له ايه ده اللي في سنانك ده، ده انت الفكين هيقعوا، ده انت هتركب سنان، هو ممكن يطلع من هنا فعلا سنانه ايه، سنانه تقع، بيحصل. غير بقى الرسائل الايجابيه، يقول لك ادي لنفسك رسائل ايجابيه، ان شاء الله هتفوق في ماده كذا، ان شاء الله سهله، ان شاء الله هيجي الامتحان سهل، وخد بالاسباب، ما تقعدش برضو تحلم، مش انا قصير اوزع انا طويل وهبل، فاكرينها ده زمان، الحمد لله ما فيش الكلام ده دلوقتي، بس واحنا صغيرين. فانا بقول لك مش هيفيد طول ما انت عمال تكرر الرسائل دي، ما فيش اسباب. انا بقول مع كده خد بالايه، هتلاقي بلاش بقى الرسائل الايه السلبيه دي. عشان كده العلماء بيقول لك ايه، لا تقل انا كسلان، لا تقل انا لا استطيع، لا تقل لا فائده، لا تقل حاولت وفشلت، لا تقل هذا صعب وشاق، لا تقل هذا مستحيل، الى اخر قاموس الياس والفشل، وقل سأحاول، وقل سأنجح، لا بنسميها قل ولا إيه، ولا سأنجح بإذن الله، قل الأمل في الله كبير، قل الحمد لله على كل حال، قل لن أيأس أبدا، قل الله معي، وغير ذلك من قاموس من الكلمات التي في قاموس الناجحين المتوكلين على الله عز وجل. لذلك من علاجات الكسل اجتناب الرسائل الإيه السلبية، أتبالك والأوصاف السلبية التي تضر الإنسان ولا تنفعه. من علاجات الكسل وهو الأخير معرفة أضراره، معرفة أضرار الكسل على العبد، ومنها من هذه الأضرار سريعا التدني بين الناس، التدني يعني بإنسان إيه ملوش قدر ولا ليه مكانة، الناس يقولون قيمة كل إنسان ما إيه، أو كل امرئ ما إيه ما يتقن، يعني انت راجل صنايعي ممتاز في مهنتك، حلو، الاسلام يحب ذلك، انت اجتهدت وصلت لكذا ماشي كتر خيرك، خدت بالك، لكن انت تبقى طبيب وتسيب الطب وتبقى مثلا بياع، يقول لك اسديت مثلا، يعني اشوف انت تحسن ايه وتتقن ايه وعايزك تبدع فيه، ومش هينفع يبقى كل الناس كلهم دكاتره ولا كلهم مهندسين، ما مين اللي هينظف لك الشارع، مين اللي هيسلك لك المجاري، مين اللي هينزل في البتاع، صح ولا مش صح؟ ما لو كله بقى كده ما الحال، عشان كده ايه ربنا سبحانه وتعالى جعلنا فوق بعض، رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ، او رفع بعضكم ليتخذ بعضكم بعضا سخريه، واضح، يبقى كله بيخدم بعضه، الناس للناس من بدو ومن ايه ومن حضر، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. الإنسان اللي مش مبدع في أي شيء يكون دنيئا، يتدنى بين الناس. يقول عمر رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني، أبص كده طول بعرض عضلات أفرح، فأقول أله حرفة، شغال إذا معاه إيه، فإن قالوا لا سقط من عيني، عطلان كسلان
خال بطال ملوش لازمة، ما ينفعش المسلم يبقى كده، يبقى عشان ما يتدنش بين الناس. اثنين، الحرمان من الصحة الجسمية. ليه؟ بالعمل والحركة يزداد العبد نشاطا وقوة، وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الايه؟ اشتغل. هتقول لي بس الشغلانة دي مش قدري ولا مكانتي. اقف انا مع واحد في محل، اقف مع واحد في محل، اما تلاقي حاجة في مكانتك يبقى سيب دي. وايه عشان كده الاخ يجي لي يقول لي انا مش لاقي شغل، يا هو عايز يشتغل مدير، مش عايز يشتغل مش اي حاجة، لا اشتغل طالما شغل شريف مش حرام حلال اشتغل. لما تجيلك حاجة اعلى ايه؟ كتير من الاخوة عايز يكبر في يوم وليلة، يروح يشوف له الاية ولا يدور له مثلا في خرابة عن اثار ولا حاجة ويطلعها، عايز ايه؟ يقب في يوم وليلة. يا جماعة الامر ليه سنن، لازم صبر ولازم طول سهر ولازم معاناة ولازم تعب، وبعد كده تلاقي. لكن بدون كل ده عايز تتولد كبير، عايز تخلص جامعة وتبقى رئيس جامعة؟ المعاني دي لازم ننتبه ليها. بنقول الإنسان عمل وحركة يزداد العبد نشاطا وقوة، المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف في كل خير. الحرمان من رغد العيش والسعة، لأن الكسل يورث الفقر، الكسل يورث الفقر. كنت بشجع بعض طلبة الثانوية بقول لهم أنا كنت تعبان فروح تكشف، فبسأل الدكتور الكشف كام؟ قال والله كان 75 بس عشان الثورة خلينا 100. أنا استغربت، يعني المفروض كان يبقى إيه؟ قال بس هو بإيه؟ بيتدروش علينا فسكت، يعني حفاصل. فبقول للشباب الدكتور ما شاء الله ربنا يبارك له، طبعا ما بنحسدهوش ولا بننق عليه، بيشتغل مثلا من 1 لـ4 ومن 1 لـ5 كم ساعة؟ 4 ساعات، وبيجي له 20-30 واحد. لو قلت 20 واحد في 100 ب 2000 جنيه في كم ساعة؟ غير العمليات. ربنا يبارك لهم يا رب، طالما بيحسنوا للمسلمين ويصلح حالهم يا رب ويبارك لهم في أرزاقهم، غير مثلا لو في شغل تاني. يعني أنا ممكن لو قلت 2000 جنيه مثلا في اليوم، في الشهر كام؟ 60,000. العيال فتحوا بقهم وتنحوا. عيال مين عارفين؟ الثانوية العامة. قلت لهم شوف انت سنتين، وهي ممكن تبقى سنة واحدة ان شاء الله بعد كده، سنتين تتعب فيهم، اخد بالك تطفح اذا بيقولوا، في السنتين دول هتعيش بقيت عمرك مستريح. وبص مثال اهو، كل شهر ممكن تجيب عربية، صح ولا لا؟ كل شهر انا بقولش احنا عايزين الحاجات دي للشهوات، انا بقول هتخدم دينك لكن هتعيش مستريح. هو انا ممكن اخدم ديني ويكون معايا عربية والف ودي دروسي بتاع، صح ولا مش صح؟ خدمة للدين برضه، أساعد فقراء، أزوج شباب، لكن كسلت هتطلع بقى تشتغل كم ساعة في اليوم؟ ودخلك قد إيه في الآخر؟ وده سببه إيه؟ الكسل، كسلت. عشان كده بقول لك الإيه؟ الحرمان من رغد العيش والسعة. وصدق القائل كأن التواني، ركزوا في البتين دول، كأن التواني، عارفين التواني؟ الكسل، كأن التواني أنكح العجز بنته. يعني إيه؟ جوزوا بنته. وساق إليها حين زوجها مهرا، إيه ترى المهر؟ فراشا وطيئا، ثم قال لها اتكي. اليمين بنت مين؟ بنت العجز. كأن التواني أنكح العجز بنته، وساق إليها حين زوجها مهرا فراشا وطيئا، ثم قال لها اتكي فإنكما لابد أن تلد الفقرة. لما يتجوزوا دول هالدرجة، أنا مرة قرأت البيتين دول قلت هعمل إيه؟ يدعوكم كذا لحضور عقد زواج العجز على الإيه؟ على الكسل، خد بالك. والمولود لسه ما اتجوزوش، المولود إيه؟ وده واقع. فراشا وطيئا ثم قال لها اتكي فإنكما لابد أن تلد الفقرة. أيضا من أضرار الكسل ضعف الأمة وتأخرها، ضعف الأمة وتأخرها، وأيضا ضياع الدرجات العلى من الجنة، وربما دخول الإنسان جهنم والعياذ بالله تعالى. أختم بكلام قيم لابن القيم رحمه الله، يقول تحكمت أخلاط الشهوات في أعضاء الكسل فثبطت عن الحركة فتولدت الأمراض المختلفة، هذا وما يسهل عليك شرب مسهل أو مسهل، يعني تاخد دواء للإيه يعني؟ فإن تداركت المرض وإلا قتل. لو احتميت ساعة لم تحتج إلى معالجة الدواء مدة، يعني أنت قال لك ما تاكلش دي وما تاكلش ما تاكلش دي،
هيصعب عليك شوية بس هيجيب نتيجة إيه؟ اللي هو بيسموها الحمية. لو احتميت ساعة لم تحتاج إلى معالجة الدواء مدة. من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار الحسرة والندامة. يعني واحد ركب على إيه؟ على جمل اسمه التفريط والتواني، يوصله فين؟ من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار الحسرة والندامة. من أدلج في غياهب الليل على نجائب الصبر صبح منزل السرور، أو صبح منزل السرور. ومن نام على فراش الكسل أصبح ملقا بوادي الأسف. يا ريتني، ها، ويقعد يتأسف ويلوم نفسه. الجد كله حركة والكسل كله سكون. فتورك عن السعي في طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم. إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من البيضة ماذا تفعل؟ البيض فأس، طلع منه إيه؟ كتاكيت. الكتاكيت دي ذكر ولا أنثى؟ ديك ولا دجاجة؟ تعرف منين؟ يقول لك ابن القيم ما تعرفش وكان شغالي بالظبط حاجة كده، ليه في كل حاجة. معنى كده؟ إذا أردت أن تعرف الديك، بصي معايا بقى، الديك والدجاجة، اسمعي كده، اسمع يا يوسف. إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من البيضة فعلقه بمنقاره، فإن تحرك فديك وإلا دجاجة. لو مسكتها كده من مناخيرها قعدت تعمل كده تعرف إن ده إيه؟ لو استكنت كده تعرف إنها إيه؟ دجاجة. العلم والعمل توأمان. العلم والعمل إيه؟ توأمان، أمهما علو الهمة. العلم والعمل توأمان، أمهما علو الإيه؟ الهمة. والجهل والبطالة توأمان، أمهما إثار الكسل. العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. والجهل والبطالة توأمان، أمهما إثار الكسل. شوف أنت بقى أخ لمين فيهم. منام المنى أضغاث، ورائد الآمال كذوب، ومرتع الشهوات وخيم. العجز شريك الحرمان، والتفريط مصاحب الكسل. لو صدق عزمك، لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب. يا حاضرين معنا، انتوا معانا النهارده، يا حاضرين معنا بنية النزهة، لستم معنا. يا حاضرين معنا بنية النزهة لستم معنا، عودوا إلى أوكار الكسل، فالحرب طعن وضرب. مفيش كسل عندنا. وفي كتابه الروح يقول: الكسل قرين الفوت والإضاعة. وفي النونية يقول: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. الألف 999 في النار، واحد فين؟ كن أنت هذا الواحد. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران، فتسابق القوم وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان. وأخو الهوينة في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. نعوذ بالله من الكسل. نتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وندعو: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بلغنا رمضان واجعله أفضل من الرمضانات التي مرت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، آمين. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.